النوعيه مال الحبوب تاخذها مضروبه. بصل طماطه بتيتا شلغم رب الله بعد. سيدي والله ظروفي كل الصعبة. حروني ام علي الزمك وعامر عجينك مره يمكن تقوم بي قوم بي ها يا معود بالخير هاي النغاز شنو هاي المصيبة كبير ما اقدر ما اتحمله باع الحبشتلات كلها هنا باقى هدومي خير رياجيل اجيبه بخمسين الف انت وين لقيت هاي الكلاوات بالله تلع سلمت الحياة طاف اسمعي تقبض مين صارت عدي لو ينعل على وادي انا طفل من انا سلام طفل الكلاوات